And yeah, and of course, Andy, you give them something to defend there. You stir the crowd up. It was the worst possible beginning. Yeah. عاد تصدق؟ والله أنا قاعد أحاتيك إذا طلعت أنا من هني. من راح تشكيل الحال؟ من يطلع وياك مباريات؟ لحظة. شو كذا عصب؟ خلنا نسولف كلمتين شوي. ليش مستعجل؟ يعني هذه ذاتي قاعد طالع وياك مباريات؟ والله السجين اللي قبلي كان يطالع وياك مباريات. يلا قول لي. ما كان في سجين قبلك. شلون يعني؟ هذا مو سجن؟ وهالباب؟ هالباب يا كبير خصيصا حق يوسف عبد المحسن بهيتامي. الله، شو العز، شو النعيم اللي أنا فيه. إزاي شخص صار له فترة مختفي؟ وين أهل أبوه؟ وين أهل أمه؟ خطيبته؟ ربعه؟ أهل اللي بالكويت؟ ليش ما حد سأل عنه؟ فجأة صرت مقطوع من الشارع. أنا جيت الرياض عبالي إني يتيم الأم. لا، اكتشفت إني يتيم الأم بعد. إزاي ليش ما ذبحتوني؟ ليش خليتوني عايش؟ إزاي رد علي؟ جاوب بس جواب واحد. رد! رد! هل هي سؤال بس؟ أبي بس جواب. ليش خليتوني عايش؟ ليش؟ يلا حبيبتي أنا ماشي. لوين رايح؟ وين يعني البيت؟ إيه لا ما في روحة، جبتني لهون لحتى تتركني لحالي؟ لا طبعا، بس أنا لازم أروح أطمن عليهم. طب تطمن عليهم لازم هلأ يعني؟ حبيبتي أنا جيتت وشروق طايحة في مصيبة. شروق قوية ما بينخاص عليها يا بنت الحلال، مشغلها احترق وأشغالك إلا واقفة، لازم أطمن عليها. فيك تطمن عليها، دق لها تليفون. ولا ما بيمشي الحال يعني إلا فيس تو فيس؟ يعني وآخرتها؟ آخرتها بدك تدلهون، واليوم ننسحر أنا وياك وبإيدي هدوم بدي أعمل لك أطيب سحور. بيبي مو نحن لما فتنا قلت لي تفضلي يا عروس؟ كلمة تانية وبطالبك بشهر العسل. ها نخيل هالضحكة. المهم طلع من هون ما في. خلاص ماشي، بس ها من الصبح أبروح لهم.